الامرين الاثنين، لكن النهارده مش كل مره تسلم الجره. ومحمد يوسف غير حسام البدري، محمد يوسف محتاج انه يتفرغ بنسبه كبيره عشان يركز هو وكابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال مع كارتيرون، لانه جوزيه كان خلاص معاه جيل خلاص عارف طريق البطولات بيكسب لوحده زي ما بنقول، لكن انت هنا بتعمل فرقه او بتحافظ على قوام فرقه بحيث انها وعندها اكتر من بطوله، دوري عام، افريقيا، بطوله عربيه، كاس مصر. فبالتالي انا باشفق على كابتن محمد يوسف في الجامع بين المنصبين الاثنين. الاهلي هيلعب بكره بالفانيله الحمراء، وهيلعب النجم اللبناني بالفانيله البيضاء. في عرض تركي لاستعاره احمد الشيخ على طاوله اجتماعات لجنه الكوره، اعتقد ان الناس المقيده في قائمه الانتظار الافضل لهم هم الرحيل. النجم اللبناني بيمرنه مدرب خبره عمره 64 سنه اللي هو بوريس بنياك، درب الكويت قبل كده، درب النادي العربي، نادي الجهره، الشعب الاماراتي، النصر والعروبه في سلطنه عمان، والفريق بيضم واحد من اهم اللاعبين. كل الناس بينصحها ان احنا نتابع بكره اللي هو حسن معتوق. النادي الاهلي في البطوله العربيه له تاريخ عريض جدا وعظيم جدا، فاز بالبطوله في نسختها عام 95 اللي تم تنظيمها هنا في القاهره، وحضر النهائي بتاع